تعالوا نشوف جزء مهم وكبير ومفصلي المفصلي ده رئيسي في مسألة تربية المواشي والتسمين أو تربية المواشي لأجل إنتاج الألبان، خد بالك، أو الثروة الداجنية. إيه هي؟ هتيجي تقول لي المواشي أو الدواجن، هقول لك حلو خالص. طيب واللقاحات؟ هتقول لي جميل. هقول لك طب والأعلاف؟ هتقول لي جميل جدا. بص بقى، الأعلاف دي مهمة بقدر رؤوس المواشي، الأعلاف دي مهمة بقدر الكتاكيت. فإحنا نبدأ التشغيل التجريبي بتاع مصنع الأعلاف اللي في الفيوم، إيه الأخبار؟ ده كلام مهم جدا لازم نعرفه. خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي حضرتك؟ الصحة؟ إيه الأحوال؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. أنا سمعت وقرأت وعلمت أن هناك نتائج مبهرة في مسألة التشغيل التجريبي لمصنع أعلاف الفيوم. بص خلينا ما نقولش مبهرة، خلينا نبقى يعني أيوة يعني حذرين كده، طالما بنحاول نقوم أحد المشروعات اللي كانت يعني متعثرة في المحافظة. هو شركة أنشئت من سنة يعني بداية الثمانينات القرن الماضي. جميل. وتعثرت تماما يعني بداية من 2009 و2010 وتوقفت تماما على العمل في 2015. مصنع ضخم على 5 فدادين، في خطوط انتاج يعني عاليه الكفاءه وعطال الزيوت، ويعني حاجه يعني مشهد يعني كان حزين يعني. فمش هستخدم مصطلح المبهر، هستخدم مصطلح واقعي. واقعي اه. وهو؟ وهو ان يعني استعنا ب يعني مجموعه يعني كان في يعني تعاون مع كليه الهندسه وكليه الزراعه ويعني جامعه الفيوم بتشكيله كده كوكبه كده من العمداء ونواب رئيس الجامعه ورئيس الجامعه، عملنا زي كتيبه كده ونزلنا على المصنع وعملنا المعاينات اللازمه والفحوصات اللي موجوده للمكن وخطوط الانتاج والعصارات، حطينا زي يعني خطه قصيره الاجل للتشغيل التجريبي للعصاره الاول هي الاسهل، وبعد كده لان العصاره يعني اجراءاتها يعني تكوينها اسهل كتير قوي من خط الانتاج، وبعد كده فحصنا خط الانتاج بالكامل بفريق من كليه الهندسه، انتهى في الاخر ان المصنع قادر على التشغيل. حاليا بندبر دلوقتي يعني جربنا العصاره خلاص واشتغلت، المصنع خلاص خط الانتاج برضو اطمنا على المكن وعلى كفاءته وعلى قدرته على التشغيل. بدايه الاسبوع القادم ان شاء الله بدون مقاطعه هيبقى بندبر دلوقتي خامات الانتاج اللي هي اذا كان بقى النخاله او الذره اللي هي مكونات العلف يعني المطلوبه طبقا يعني مؤشرات وزاره الزراعه او الوصفات اللي موجوده من وزاره الزراعه، وهيتم ان شاء الله يعني تشغيل الاسبوع القادم ان شاء الله. يعني احنا ننتهي من التشغيل التجريبي الاسبوع القادم. لا ونبقى 3 شهور. 3 شهور. 3 شهور طبعا. كويس. بس الانتاج يعني هنضمن جودته، لان احنا برضو زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا مجموعه عمل، مجموعه من المحافظه مع مجموعه من الجامعه مع مجموعه خبراء موجودين بقى من الخبراء في الاعلاف مع الشركاء اللي موجودين معانا من البنك الزراعي ومن النقابات التطبيقيين، يعني حرصنا ان احنا نرجع هذه الشركه للحياه مره اخرى ونبقى ما نفقدهاش وما نفقدش يعني اصل من الاصول الكبيره اللي كانت موجوده في المحافظه وكانت لامعه لسنوات طويله ونرجعها للحياه مره اخرى يعني. طيب يعني اقدر اقول انها نتائج جيده ولا جيده جدا؟ نتائج جيده، لان المصنع من شهور كان مقفول بالكامل والمكن عليه صدى ومش شغال وما كانش فيه حياه تقريبا يعني. فاحنا صينا وعملنا رفع كفاءه واعاده تشغيل، عملنا يعني كل ما يلزم باذن الله، صح كده؟ بالظبط. الطاقه الانتاجيه بتاعت المصنع ده قد ايه يا فندم؟ 10 طن في الساعه. حلو، بما اني بقى مش متخصص وحضرتك بيبقى عندك بس عندك المعلومات يا دكتور. السؤال بقى 10 طن ساعه ده يوفي قد ايه من الاحتياج بتاع محافظه الفيوم؟ كم في المية تقريبا يعني؟ بص يا فندم، كان عشان برضه نبقى يعني نبقى فاهمين السوق ده بيمشي ازاي، مش كل المربين الماشيه بيعتمدوا على العلف المركب والمباع بشكل مباشر، يعني عدد من المربيين بالذات صغار المربيين بيقوم يعني بتركيبه العلف ده بشكل محلي، يعني بيعمل هو تجهيز عنده في البيت او في الحظيره المجاوره ليه الى اخره. بالظبط كده.
المربين الكبار هم اللي بيحتاجوا الاعلاف المركبه من دي، وزاد طبعا. الناس اللي هي المتخصصه اكتر، يعني بتحتاج الالبان بيحتاج نسب بروتين اعلى، الدواجن لها شكل مختلف، البط والارانب والثروه دي ليها شكل مختلف، الاسماك ليها شكل مختلف او تكوينات مختلفه، فكل ده احنا عاملين حسابه في خط الانتاج لانه قادر على الانتاج ده. وبرضه احنا يعني من ضمن المستهدفات اللي احنا شغالين، احنا مش هنشتغل انتاج امبيريكال، يعني مش هنشتغل انتاج للانتاج، احنا هنشتغل انتاج موجه مباع، بمعنى ان انا ابقى عندي تربيطات مع جمعيات الثروه الحيوانيه وكبار المربين، هيبقى انتاج تعاقدي بالظبط كده، علشان ابقى انا بنتج بشكل افيشنت، يعني يعني عارف ان انا بنتجه مباع، لغايه ما يبقى برضه نعيد يعني المصنع بشكل كامل من خلال بقى من 6 شهور لسنه، يبقى رجع لوضعه الطبيعي تاني، بقى موجود ومنتجه موجود ومنافس ومتنوع. يا ميسر الاحوال، في النهايه ده هيبقى مزيكا بالنسبه لنا كلنا، هذا المصنع وغيره من المصانع، فنقلل قدر الامكان الفجوه بتاعه استيراد الاعلاف او بعض من مواد اللي بتدخل في صناعتها يعني. فيا مسهل، يبقى نقول كده ايه، مبروك مبدئيا، عشان ما استخدمش مصطلحات مبالغ فيها، مبروك مبدئيا على التشغيل التجريبي يا دكتور، وباذن الله ينتهوا 3 شهور يبقوا ساعتها بقى مبروك جدا قوي خالص، ونبدا الانتاج الكمي في الاطار التعاقدي زي ما حضرتك قلت. بالظبط كده باذن الله. بشكرك جدا سياده المحافظ، الف 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 شكر ليك دكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم.